السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي الحال يا جماعة؟ الأحداث متلاحقة والأمور بتروح وتيجي كتير جدا، وقاعدين ننهز وراء الخبر نصل معا إلى الحقيقة. الحقيقة بصراحة مرة، زي ما بيقولوا الحقيقة مرة. يعني أنا بكلمكم دلوقتي عندي معاد في صدى البلد، فقلت دردش معاكم لغاية الناس ما تيجي تاخدني. شدني بس السيد أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي كانت معينة وصاية على الكرة المصرية ودمرت الكرة المصرية. فاكرين انتوا لما كان أحمد مجاهد رئيس اللجنة، فكان هو رئيس اللجنة وهو كان رئيس اللجان والفراش والحكمدار ومسك الاتحاد الكرة والجبلاية، يعني غسيل ومكوى، ما كانش في غيره في الاتحاد. يعني الراجل كان هو لجنة الانضباط ولجنة التظلمات ولجنة المسابقات ولجنة الحكام ولجنة إدارة الكرة المصرية والكلام ده كله. الكابتن أحمد مجاهد دخل على الخط بشكل لفت نظري وخلاني أتساءل. هو موضوع الديربي بتاع الأهلي والزمالك والرياض وعدم موافقة الاتحاد الدولي على لعب المباراة حتى الآن، لأن لسه في رد تاني الكل ينتظره. يعني مبدئيا كده مفيش مباراة يوم 15/4 لضيق الوقت، ولكن في موافقة ممكن تيجي من الاتحاد الدولي بعد ما المتحدة ورابطة الأندية أرسلت للاتحاد الدولي بتقول له ال 16 نادي موافقين على ان الاهلي والزمالك يلعبوا في السعوديه او في اي مكان خارج مصر، وان في مصلحه لينا في ده، وان مفيش خوف من حدوته الفير بلاي او تكافؤ الفرص. فده ممكن يقلب الترابيزه ويقنع الاتحاد الدولي بالموافقه على اقامه المباراه. في الحاله دي المباراة التانية اللي هتتلعب في جدة في شهر 6 اللي جاي أكيد هتتلعب هناك دون اعتراض من أحد. وده مش موضوعي، لأن أنا بتكلم معاكم بحاول أجيب لكم معلومات، ولكن أنا بس عايز أقف قدام حاجة الأستاذ أحمد مجاهد. يعني حتى أنا لسه مقابله في السحور بتاع بصراحة، فطبعا هو مفيش حاجة ما بيقراهاش. سلامتك ومش عارف ايه كذا كذا، اصلا انا ما بتابعش سوشيال ميديا ولا حتى عندي صفحه على الفيسبوك. ده هو قال لي كده، وفاجئ من ثلاث ايام بالظبط، يعني حتى ايه قبل ما اقابله بصراحه، لان بصراحه كنت معاه في السحور اول امبارح، يعني قبلها بيوم. بص كاتب ايه: مصر بلد عظيمه وامنه وقادره على استضافه كل الاحداث الكبيره الدوليه والعالميه وليس فقط مسابقتها المحليه. تحيا مصر. مش عارف انا كل واحد يحكها ويقول لك تحيا مصر مش عارف فيها. طيب هو حضرتك انت كتبت ده يعني من ثلاث ايام، وطبعا كل الحبايب والاصحاب راحوا منزلين له حتى صور صوره ليه مع الريس اهي، مش عارف ايه علاقتها برضه بالموضوع. السلامات دي الناس خلاص مش هتسلمها تاني، الموضوع انتهى، يعني عشان ما حدش بس يدي ايحاءات كدابه لحد. يعني الناس دي ولت وراحت خلاص. شفت انت الناس دي عليها ان تستمع كثيرا، وعيدنا نرجع زي زمان. قول للزمان ارجع يا زمان، الحرس القديم ده لا ليه دور ولا ليه لازمه ولا ليه مكان. عشان كده شوف يروح يركب الموج عشان يدور على دور. لا والله العظيم ما ليك دور، وانا بقول لك على كلام انا عارفه كويس وانت عارفه كويس. ليه؟ لان حتى دخولك في الموضوع دخول يدل على عدم كياسة وغباء اداري، مع كامل الاحترام ليك كشخص، لانك دخلت في حدوتة مالكش فيها. وش معنى دلوقتي جاي تتكلم؟ وبعد كده النهاردة فاجأني من حوالي ساعتين ثلاثة، وده اللي خلاني اتكلم بصراحة. بص، انك انصح الاخوة الراغبين في العمل في مجال كرة القدم في مصر الاهتمام بقراءة اللوائح لتجنب الكثير من الأزمات التي قد تسبب الحرج للكثير من الجهات. طيب ماشي يا عم، كلام عجبني جدا. هو طبعا بيلقح على رابطة الأندية
والنائب احمد دياب. عشان انا ايه ما بحبش ابب وشين ولا احب اتكلم كلام مايع، احب ابب مباشر. احمد دياب عامل لهم قلق كلهم، كمان علام قاعد يلف من المنصوره للصعيد مش عارف ايه عشان يدي ايحاءات انه ممكن يغير لائحه، ولو ما غيرش لائحه احمد مجاهد يبقى الواجهه. وجمال علام قال لك ابا معاه زي ما قال في الحوار، والافلام الهابطه دي كلها دي اشكال دمرت الكره المصريه، هم ومن يساندهم ولن يكون لهم دور نهائيا. طب يا عم انت بتتكلم على اللوائح وبتتكلم على اني مثلا رابطه الانديه اهو زي ما انت كاتب او زي ما انت بتحاول تدي ايحاء، انا عايز الناس تبقى رجاله كده وتتكلم مباشره. يعني رابطه الانديه كان عليها قبل ما تكلم المتحده والمتحده تكلم هيئه الترفيه والموسيقار تركي آل الشيخ يقروا لوائح ويتعلموا عشان ما يورطوش الجهات المسؤوله. اذا كانت الجهات المسؤوله دي جهات حكوميه او جهات امنيه مش عارف ايه علاقتهم برضه. ولكن انا بكلمك بفسرها، كنت كتبتها كده مباشره. يعني بلاش نقعد نستخبى ونلقح كده زي النسوان كلام ملوش اي لازمه سواء ليك او عليك، لا اقصدك انت برضه. تعال بقى نشوفنا يعني النصايح بتاعت حضرتك. بص يمكن انا كنت عملت حلقه زمان ووراءها معايا لغايه دلوقتي، فلقيت من المناسب ان وانا برد على الاخ احمد مجاهد، يعني اولا انت بديت بتزايد على العلاقه ما بين مصر والسعوديه، واخد بال حضرتك؟ وقلت ايه؟ وقلت الناس يعني والعلاقه ومش عارف ايه وتوريد المسؤولين والجهات والكلام ده كله. والبوست اللي كتبته من 3 ايام الناس كلها بتتساءل، انت بقيت في السوشيال ميديا، ايه اللي فكرك بالسوشيال ميديا دلوقتي؟ يعني هو احمد دياب حرقكم للدرجه دي يا جماعه؟ يعني الموضوع عامل لكم قلق للدرجه دي؟ وبعد كده ايه علاقه الاستثمار والبزنس بمصر والسعوديه كدوله؟ مش ده كان كلامك ولا انا اللي بقوله؟ ايه العلاقه؟ يعني ايه الفلسفه اللي انت طالع تفهمها لنا يعني؟ يعني ايه الفلسفه يعني اللي انت اكتر حتى ظلم الزمالك اصلا يعني؟ يعني داخل دلوقتي تحكها، قول لي ايه الفلسفه يعني؟ يعني حتى انت بتقول ايه؟ مصر قادره على تنظيم بقولاتها اهو خصوصا المحليه منها على ارض مصر، وحد قال لك ان مصر مش قادره؟ وحد جاب سيره ان مصر مش يا راجل ده انتوا حولتوا الكوره لشله ابيضه ما بيأيدكمش غير اللي بيقبض من الاتحاد، جبتوا أسوأ الوجوه حتى في المناطق، خليتوا الشلالية والمصلحجية وبتوع السبابيب هم اللي بيديروا كل مناطق جمهورية مصر العربية. يعني على أي أساس أنت بتتكلم مسابقات إيه وإصلاح إيه ومصر قادرة ولا مش قادرة؟ مال مصر قادرة ومال البيزنس وإن الرابطة بتدور على إنها تعلي من المداخيل وتصدر المنتج وتجيب فلوس للأهلي والزمالك وللأندية. يعني كان ممكن تطلع توعي الناس مش تضلل الناس. طب في مضللين عايزين يتربحوا من الموقف، عيب عليك انك انت تبقى زيهم. انت راجل محترم وليك اسمك وكنت ماسك الاتحاد في غفلة من الزمن، فما ينفعش يعني حتى حافظ على هذه الغفلة من الزمن. وتعالى بعد كده ايه انك يا جماعة لما تيجوا تقترحوا اقروا لوائح عشان ما تورطوش الناس. مين اللي بيورط؟ أقول لك مين اللي بيورط؟ اللي بيورط اللي باع حسام البدري ومشاه من منتخب مصر بشكل حقير أهالي الكرة المصرية. أنا بس بفكرك، اللي بيورط اللي لغاية دلوقتي هو المسؤول عن عقد كهرباء والتزوير اللي حصل فيه. سيبك من كلام عمنا المحترم الحاج محمود الشامي مع شوبير. انت عارف ايه اللي حصل في موضوع عقد كهرباء؟ هو ده اللي بيورط. اللي بيورط اللي صدر لنا مشهد فضيحه. مشهد فضيحه يا عم حسن نور الدين وانت زملكاوي وفاهم، وعملت خناقه مع فرقه الزمالك وفضحتنا في التتويج بتاع الدوري. هل ينفع حد كان بمقام رئيس اتحاد يعمل اللي عمله؟ والفضيحه اللي حصلت مع شيكابالا وشيكابالا طلع عنده حق. مين اللي بيورط المشهد اللي انت صدرته اللي لن يعود ثانية لا انت ولا هو ولا الناس اللي بتدور تصلح اللي انتوا خربتوه
وتزود المداخيل بتاعت كرة القدم. هو حضرتك مين اللي بيورط؟ اللي بيورط اللي وثق العقد بتاع إبراهيم عادل بعد الميعاد؟ ولا حضرتك ناسي أفكرك؟ يا ما في حاجات الواحد يستحي يقولها. تعال إبراهيم عادل لغاية دلوقتي عندي تاريخه. اتوثق بالمخالفة للوائح. اتوثق بالمخالفة للوائح. اه والله العظيم يا احمد يا ابو شوشه. ده في عهدك يعني انا قاعد الم بس وبكلم الناس يعني مخالفه النوايح كانت على العين وعلى الدواء. يا عم احمد يا مجاهد يا راجل يا راجل تنتو عملتوا اللي ما يتعملش. ده انت طلعت وقلت انا جاي وصايا وانا جاي بباراشوت والناس سمعت الكلام ده كله. يعني انا بستغرب يا جماعه والناس اللي بتتابعني يعني نادرا ان لم يكن مستحيل انكم تلاقوا احمد مجاهد بيكتب بوست. حضراتكم شفتوا من ثلاث ايام البوست اللي كتبوا ايه والنهارده عايز تدي ايحاءات ان رابطه الانديه ورقت الاجهزه لما خلت المداخيل 300 مليون لماتشين. وانت عندك الاجهزه حضرتك مستنيه نصيحتك. اذا كنا بنفترض جدلا ان في اجهزه بتتدخل اللي صالح مين بتبيعوا الكلام ده للناس؟ ده تأجيج للفتنه والوقيعه ما بين مصر والسعوديه من جديد في الوقت اللي احنا بنهد فيه الدنيا. الناس في السعوديه زعلانه جدا من الكلام الفارغ ده والناس في مصر مستاء جدا من الكلام. والله العظيم انا زهقت من الرد عليكم لكن يبدو ان في ناس ما عندهاش لا احساس ولا دم. واحد قاعد يلف المحافظات بيتكرم على مجمل فشله في الكره المصريه كل شويه افتح الفيس الاقي مستلم درع وينصب على الناس ويضحك عليها يقول لك تهنئه للاستاذ عبد المنعم مدبولي اللي رئاسته الاتحاد شمال افريقيا. بتنصبوا على مين؟ ما كلها شله واحده. يا حبيبي ما فيش حد فاز بانتخابات في شمال افريقيا. اتحاد شمال افريقيا ما فيهوش انتخابات. تاب الدور ومصر هي الرئيس في الفتره دي بالدور. يعني لما يمشي الراجل اللي قاعد ده اللي هيجي هيبقى هو الرئيس. شغالين يضحكوا على الناس كل شويه مبروك للاستاذ مش عارف مين رئاسته شمال افريقيا مين. بتضحكوا على مين؟ واحمد مجاهد يقول لك ايه؟ يقول لك الراجل اغلى بلاء الحسن وده افشل اتحاد جه في التاريخ. والتاني يطلع يرد عليه يقول لك ايه؟ لو نزل احمد مجاهد انا معاه. ايه بتغنوا وتردوا على بعض؟ ما تجيبوا قبله ورقه وتشتغلوا بيها. يا جماعه لتحذروا الوجوه القديمه لن يكون لها دور. حربنا القادمه المحترمه جدا دون تجريح في الاشخاص ألا تعود هذه الوجوه مرة أخرى. ولن تعود صدقوني لن تعود هذه الوجوه مرة أخرى للساحة. إحنا مع الناس الجديدة ومع الوجوه الجديدة كفاية بقى. تناجيل 54 سنة الناس دي ضيعت 900 مليون واحد من جيلي كإعلاميين رياضيين لأن كان لهم شلة معروف بتعمل ايه وتشتغل لحساب مين. طالع تقول لي اقروا لوايح. اقروا لوايح ايه يا عم؟ قبل ما تنصح الناس تقرا لوايح انت اقرا المشهد كويس واعرف انك انت مالكش دور لا مع لوايح ولا مع بطيخ ولا حتى مع مراجيح مولد النبي. قبل ما تنصح الناس تقرا اللوايح انت اقرا المشهد عشان خاطر ما تحطش نفسك في موقف مش كويس. قراءة المشاهد من الكياسة ومن الذكاء. والله العظيم أمي بتقول مثل بيعجبني بشكل يا جماعة. بتقول لك في ناس كده بتبقى عندها شيء من الغباء المستفحل. يعني يصل لدرجة إن يقول لك إيه؟ مثل فكاهي، يقول لك رايحين الحج والناس راجعة. يا عم خلاص اللي حج حج. لا ينفع وقفة عرفات ترجع لورا ولا ينفع انت تروح الحج والناس راجعة. الموضوع انتهى.
وصدقني رفعت الأقلام وجفت الصحف كلها محاولات يائسة منكم لن تجدوا من وراءها غير الضرب على الدماغ ولن يكون لكم وجود والأيام بيننا. حكها بعيد عن الموضوع ده يا أبو حميد، أنت أذكى من كده. السلام عليكم.